كومارو هو البطل الرئيسي لسلسلة ساموراي شودون، وقد اضيف حديثا إلى سلسلة كينج أوف فايترز، ويعتبر واحد من أكثر الشخصيات شهرة في السلسلة. على الرغم من أنه مبارز بدون ولاء لأي سيد رنين، إلا أن لديه روح الساموراي التي غالبا ما يتم التأكيد عليها في هذه السلسلة، كما أنه غالبا ما يكون معتمدا لهزيمة معظم الأشرار في السلسلة. في سن 15 تحدى جوبي ياغيو لمبارزة، لكنه خسر بسبب قلة الخبرة. جلب جوبي الذي استمتع بشجاعة الشاب هومارو إلى نيكوتين كافين حتى يتمكن من الحصول على التدريب المناسب. أثناء إقامته هناك التقى أيضا وصادق جين كروكي باغامي، وهو طالب ويتيم آخر مثله. كان كلا الطالبين صديقين مقربين، لكن يشكل جينبورو قلقا لنيكوتين لأنه متلهف للسلطة. لاختبار طلابه قام بإغرائهم للقتال على سيف نادر فوجودوكو، تم اختبارهم من خلال مواجهة مع مجموعة من المقاتلين الآخرين. على عكس صديقه قتله مارو حتى خسر خصومه ولم يطاردهم، أما جينبورو فقد قتلهم. بعد أن غادر جينبورو منزل نيكوتين تم مكافأته مارو بالسيف. بتشجيع من سيده لتحسين نفسه يسافر هومارو لإتقان مهارات سيفه، ويبحث عن منافسين جديرين باسم الشورى. يتحدى يوشيتورا من أجل اختبار قوته. في نهايته يقبل يوشيتورا تحديه ويطلب من الأخير الانضمام إليه ومساعدته في بناء دولة جديدة. يرد هومارو بأنه إذا خسر فسوف ينضم إليه. يقاتلون ولكن نتيجة مباراتهم غير مؤكدة. بعد عامين يشرع في رحلة لمنع أماكوسا من جلب بروسيا إلى عالم البشر. بعد مقتل أماكوسا تظهر له حبيبته أوشيزو، وقد رافقته إلى شيمابارا. طردها وأخبرها أنه لا يستطيع الاختيار بين سيفه وامرأته. لم يمض وقت طويل صادف شيزومارو هيسامي وعلمها فلسفة السيف في سن مبكرة. امرأة تدعى شيوري تجتمع مع هومارو المتجول وتطلب منه قتل الشيطان. بفضل تعاليم هومارو شيزومارو تقتل زانكورو وتنتقم لموت والديها في هذه العملية. يواصل هومارو رحلته بعد فترة وجيزة ويلتقي بجينبورو. نتائج مبارزتهما غير معروفة. في إحدى الليالي هوجم فجأة ولكن هزم بسهولة المهاجم الشرير. أخبره المهاجم الذي تم التلاعب به من قبل قوة شريرة أن روحه سوف تستخدم لقيام بروسيا. يقوم هومارو الذي يستشعر قوة شريرة تتنافس مع أماكوسا بزيارة معلمه المبارز القديم. يروي قصته لتتغير ملامح معلمه بشكل غير عادي. يخبره بالابتعاد ويقر بمدى القوة التي حصل عليها، لكنه منعه من مواجهة التهديد وجها لوجه. يحتفل الاثنان بقليل من المشروبات للقائهما بعد انفصال طويل. عند الفجر يغادر هومارو دون سابق انذار لبدء رحلته التالية. لاحقا يهزم ميزوكي. في نهاية قصته يقترب جينبورو من هومارو الجريح بقصد قتله. تركض شيزو وتتوسل إلى جينبورو ألا يقتله، وبدلا من ذلك يتحدى هومارو عندما يكون أفضل. يحتضن هومارو أشيزو ثم يعتذر لها لأنه لا يزال يرغب في تكريس نفسه للقتال. يواصل السفر لتلميع مهاراته القتالية، ومع ذلك يلاحظ أن هناك امرأة غامضة شريرة تلاحقه باستمرار. ليس لديه أي فكرة عن شخصيتها. تم الكشف لاحقا عن أنها يوغا وتسعى للحصول على جسده لأجل إحياء شر جديد. يواجه الاثنان بعضهما البعض وينتصر هومارو. بعد مرور عام قام شيكي وشادو أسورا بغسل دماغه بنصب كمين لها وتحويله إلى قاتل بدم بارد يعرف أيضا باسم سيف شيطان هومارو. بعد مرور عام قام شيكي وشادو أسورا بغسل دماغه بنصب كمين لها وتحويله إلى قاتل بدم بارد يعرف أيضا باسم سيف شيطان هومارو. عد مقتل أسورا تم إطلاق سراح شيكي إلى جانب هومارو أخيرا من نفوذها يوغا، وعاد إلى حالتهم الطبيعية. لاحقا يهزمه خصمه جينبورو، وقبل أن يتمكن من توجيه الضربة النهائية له طعنه صبي للانتقام من والده الذي لم يكشف عن اسمه، ينجو من القتل.
هو مبارز نشط وماهر في سن 47 ويحظى بالكثير من الترجيل ليكون المبارز الأسطوري. بعد مبارزته السابقة يعلم أن ابنة أخته المتبنية ميكوتو هربت من المعبد منزل طفولتها ويتبعها إلى جزيرة ريتينكيو الملعونة. يواجه العديد من الأشرار على رأسهم أبورو ويهزمهم، ينقذ ابنة أخته ويكشف لها الماضي غير المعلن عنها. بعد عودته يلهم تاكيشيو للقتال،